معلش شغال كده شغال. والديستال بارت بتاع الفيبولا شرحناها. هنقول بقى السكيلتون بتاع الفوت والجوينت والانكل جوينت وترتيب النقط اللي احنا بنقولها. اول حاجه السكيلتون بتاع الفوت. الفوت هي الطبيعيه قدامي اهي. نعم الفوت طبعا عايزين نعرف اسماء البونز الاول وبعد كده نوصف الجوينت. البون اللي فوق دي العاليه دي اسمها تيلس. تيلس تيلس شاور على دي التيلس. تيلس وبعدين تحتها كالكينيوس. انت يعني عايزك تنطق النطق صح. كالكينيوس وبعدين نافيكولار بون. نافيكولار وبعدين كيوبويد مكعبة. كيوبويد وبعدين ثري كيونيفور ميديال كيونيفور انترميديال كيونيفور ولاترال كيونيفور. هما دول الترسل بون. يبقوا كام بون؟ سبعة. اتنين فوق بعض وعاملين البروكسيمال روف. التيلس فوقيها او فوق الكالكينيوس. تمام. وقدام ده البروكسيمال رو. الديستال رو اللي هم الثري كيونيفورم والكيوبويد يبقى اربعه. يبقى البروكسيمال رو اثنين والديستال اربعه والنافيكولار بون دي صف لوحده فاصله البروكسيمال من الديستال. فاصله ليه؟ البروكسيمال من الديستال. خلاص كده عرفنا اسمائهم ولا نعيدهم تاني؟ تاني. يبقى تيلس. كل خلي بالك التيلس من هنا. كل دي كلها تيلس. تيلس اهي قدامك اهي. تيلس. وبعدين كالكينيوس. كالكينيوس اللي انت واقف عليه. اللي انا واقف عليها انتوا قاعدين. يبقى زيس ذا كالكينيوس. وبعدين نافيكولار بون. كيوبويد. وبعدين ثري كيونيفورم ميديال كيونيفورم انترميديات واللاترال كيونيفورم. نيجي على الميتاتارسال بونز. ده الفيرست سكند ثيرد فورث فيفث ميتاتارسال. تمام. طبعا بنرتبهم من الميديال للاترال عكس الايه الهاند. يعني الهاند ده الفيرست ميتاكاربال اللي هو لاترال في الاناتوميكال بوزيشن. يبقى ده الفيرست وده الفيفث ويبقى 2 3 4 5. الفالانجيز بتاع البيكتو بروكسيمال وديستال فالانكس. والميديال فور توز هنقول بقى بروكسيمال وميدل وديستال. تمام. يبقى احنا عرفنا اول خطوه النيمز بتاع الايه السكيلتون اوف ذا فود. نرجع تاني لاول واحده اللي هي التيلس. التيلس كونسيستس اوف هيد دايركتد انتيريور ووراها الحته المخنوقه ديت نك. نك وبعدين بودي. بعدين بودي. يبقى هنا على السكيلتون اهي اللي انا ماسكها دي البودي وقدامها حته مخنوقه النك وقدام مور انتيريور هي اللي الهيد. والهيد دي داخله في الكونكافيتي بتاع مين؟ نافيكولار بون. وهو ده الجوينت الثالث بول اند سوكت. احنا عندنا البول اند سوكت شولدر وهيب. هو ده الثالث بقى في البودي. هما الثلاثه اللي في البودي دول. يبقى ده بول اند سوكت لانه هيد زي الهيد بتاع الفريمر داخله في سوكت اللي هي النافيكولار. تمام. يبقى هيد ونيك والبودي وموجود على الابر سيرفيس بتاع البودي ارتيكولار سيرفيس. ودي بتمفصل مع مين؟ مع الفيبر سيرفيس بتاع التيبيا. ولو بصيت على الجنبين بقى اللاترال والميديال هتلاقي ارتيكولار سيرفيس. ارتيكولار ايه؟ سيرفيس. على اللاترال هنا يبقى تمفصل مع اللاترال مالولاس اوف فيبولا. وهنا بتتمفصل مع الميديال مالولاس اوف تيبيا. هو ده الانكل جوينت. يبقى الانكل جوينت لما اقول لك الانكل بونز فورمينج ذا انكل جوينت تقول لي inferior surface of tibia articulate with upper surface of talus.
والميديال مانيولس اوف تيبيا ارتكوليت مع اللاترال سايد الميديال سايد بتاع الايه التيلس، واللاترال مانيولس بتنفصل مع اللاترال سيرفيس بتاع مين التيلس، كل ده مين انكل جون. يبقى الانكل جون كام بون عاملينه؟ ثلاثة، تيلس والتيبيا والفيبيا عاملين الايه الانكل جون. طيب نيجي على الكالكينيوس. الكالكينيوس اهيت، وطبعا انت ما انت شايفها كلها، في اجزاء منها ظاهره في الصوره لكن قدامنا هي كلها، لها ابر سيرفيس اللي تنفصل مع التيلس، ابر سيرفيس تنفصل مع مين؟ والجوينت اللي بينهم هنسميه بقى سب تيلر. سب ايه؟ سب تيلر جوينت. سب يعني تحت، سب تيلر يعني ما تحت التيلس، يبقى سب تيلر او تيلو كالكينيو. تيلو كالكينيا الجوينت هو هو مين؟ هو السب تيلر. وخلي بالك بقى الجوينت ده هو اللي بيحصل عليه انفيرشن وايفيرشن، يعني ديت خلي بالك لما بتعمل انفيرشن وايفيرشن التيبيا والفيبولا والتيلس وان يونت، واحده واحده ما تتحركش، والبون اللي تحتها هو اللي يتحرك. يعني الكالكينياس مع كل الترسل بون والميتاترسل والفلانجيز كله يعمل ميديا روتيشن اللي هي الانفيرشن ولاترال روتيشن، ويبقى التيلس فيكسد مع مين؟ مع التيبيا والفيبولا، ويبقى بقيه البون بتاع السكيلتون هو اللي بيتحرك على التيلس. يبقى الانفيرشن والايفيرشن بتتم على اني جوينت؟ ما حدش يقول انكل. ايوه يبقى سب تيلر جوينت نوت انكل جوينت. انكل جوينت ما بتتمش عليه الا حركتين اللي هي دورس فليكشن وبلانتر فليكشن، ما نسميهاش فليكشن بقى اكستنشن، تمام؟ نسميها دورسي فليكشن وبلانتر فليكشن، لان هما في الاثنين فليكشن، مظبوط؟ لكن لما ترفع كفه رجلك لفوق كده يبقى دي دورس فليكشن، لما تنزلها تحت يبقى بلانتر فليكشن، ودي على الانكل جوينت بس. لكن انفيرشن وايفيرشن سب تيلر جوينت. سب ايه؟ سب تيلر جوينت. يبقى الكالكينيوس لها ابر سيرفيس بتنفصل مع التيلس، تمام؟ ولها انفيريور سيرفيس بنسميه بلانتر سيرفيس. نسميه ايه؟ بلانتر سيرفيس. وحته خشنه في الخلف اهي اسمها كالكينيال تيوبروستي. كالكينيال ايه؟ تيوبروستي. ودي بشد فيها اقوى تندون في البودي، تندو اكيلس. تندو ايه؟ انت تمسكه بايدك حتى. اكبر وادخل تندون واقوى تندون في البودي وتندو كالكينياس اللي هو تندو اكيلس، تمام. وفي انتيريور سيرفيس لها يتمفصل مع الكيوبويد. انتيريور سيرفيس يتمفصل مع مين؟ مع الكيوبويد. ولها لاترال سيرفيس اللي انت شايفه ده، عليه حاجات بس مش مطلوبه منك، وميديال سيرفيس اهو. انا عايزك تبص بقى على الميديال سيرفيس، هوريه لك في صوره ثانيه. ها دي الثانيه صوره احسن شويه اهي، التيلس واضحه اهي والكالكينيوس ها والكيوبويد اهي والثلاثه كيونيفورم والنافيكولار بون اهي، مظبوط؟ ها عايزك تشوف بقى الكالكينيوس ثانيه، ده الميديال سيرفيس بتاعها اهو، شايف الحته اللي بارزه دي؟ دي في من الكالكينيوس ولا من التيلس؟ اه الحته دي ديت البودي بتاع التيلس، ودي النك ودي الهيد ده، يبقى تبع مين؟ تبع الكالكينيوس، تمام. وانت شايفها هي دي جزء تعتبر اكبر جزء شايل التيلس، شايله الايه؟ التيلس. اسمها ايه بقى الحته ديت؟ حاملة التيلس بالعربي اسمها بقى، هي كلمة مكعبرة شوية بس ما تتخضش من اسمها، اسمها ساستنتاكيولان تيلاي. عارفنا؟ اسمها ساس اس يو اس ساستنتاكيولان تيلاي، تيلس من التيلس يعني، لو ترجمتها بالعربي يعني حاملة التيلس، اللي شايلة التيلس. الحتة ديت لو اتكسرت يحصل فلات فوق، هتروح التيلس ساقطة ساقطة وتضيع الفود ارش، الارش الاقواس بتاع الفود
اسمها سستنتاكيولم تيلاي، حاملة التيلاي أو التيلس، وده موجودة على الميديال سيرفيس بتاع الكالكين ده، هي الحتة دي. تمام؟ كمان في ليجامنت هناوت بيمتد من السستنتاكيولم تيلاي للنافيكولار بون وشال الهيد بتاع التيلس، اسمه سبرينج ليجامنت، سبرينج مشهور. لما بتقطع دوت يحصل برضه فلات فوت سبرينج ليجامنت. ها يبقى احنا عرفنا الـ 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 الكالكينيوس ها لها كم سيرفيس، ابر ولور وانتيريور وبستيريور وميديال ولاترال، يعني سته سيرفيس، سته سيرفيس. السيرفيس اللي على الابر سيرفيس بتمفصل مع التيلس، الانتيريور سيرفيس بتمفصل مع مين؟ مع الكيوبود والنافيكولار بون، مع الكيوبود ومين؟ والنافيكولار بون. تمام. طيب نيجي على نافيكولار بون اللي قدامك، نافيكولار بون موجوده بين مين ومين؟ بين الهيد اوف تيلس والميديال كيونيفور. والميديال ايه؟ هل الميديال بس والانترميديال؟ طبعا ده منظر جانبي اهي. النافيكولار بون بتمفصل مع اللاترال والانترميديال والميديال كيونيفور من الامام، ومن الخلف مع مين؟ مع التيلس. تمام. وانت شايفها اهوت بتتمفصل مع الكالكينيوس ومع الكيوبود، يعني يكاد بتتمفصل مع بقيه الترس البون كلها، نافيكولار بون دي لوحدها. يبقى بتتمفصل مع التيلس اهو، وبتتمفصل مع الكالكينيوس ومع الكيوبويد والثري كيونيفورمز نافيكولار بون مع كل الترس البون. لا مع خمسه ليز، سته مش هم كلهم سبعه؟ شوف كلهم سبعة. طب التيلس بون ولا شورت بون؟ لا كل 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 الترس البون شورت بون. انت لهم، انت شايف لهم شافت؟ ما لهمش شافت، كلهم شورت بون. لا هي يعني هي طالما ما لهاش شافت تبقى شورت بون. لا ما هو بص التيلس زي لها شكل اللي هي التروكليا زي البكره، والنافيكولار بون زي زورقيه، والكيوبود مكعبه، والكونيفورم يعني شكلها شبه منحرف شويه. يعني كل واحده لها شكل. طالما كل واحده لها شكل يبقى شورت بون بس هاز نو شافت، يبقى ما تحطهاش تبع الريجولار بون. طيب يبقى احنا خدنا في حاجه في النافيكولار بون في حته بارزه منها اهيت، بس ديت من ناحيه الميديال سايد، من ناحيه الميديال سايد الحته دي بنسميها تيوبروستي اوف نافيكولار بون. تيوبروستي اوف ايه؟ حتى انت تشوفها بارزه شويه عن الميديال كونيفور، حته البارزه ده بتبقى بارزه قوي في بعض الناس. نعم؟ بتبقى بارزه قوي في بعض الناس. تمام، لكن بيشد فيها تندون لمصل مش لازم تعمل. يبقى احنا عرفنا النافيكولار بون. نيجي بقى على الكيوبويد. الكيوبويد انت شايفها بتتمفصل مع مين؟ بتتمفصل مع الكالكينيوس من ورا والنافيكولار بون ومع اللاترال كيونيفور والبيزس بتاع الفورس والفيبس ميتا تارسل. تمام. الكيوبويد واضحه. الجوينت بقى يعني احنا مش هن الجوينت بين الترسل بون كتير، انا عايزك بس تعرف الاثنين اللي احنا قلناهم دول، اللي هو الجوينت ما بين التيلس والكالكينيوس اللي احنا سميناه سب تيلر، ولو نسيت سب تيلر يبقى تجمع الكلمتين تيلو كالكينيال جوينت، تيلو كالكينيال جوينت. الجوينت اللي ما بين التيلس والنافيكولار بقى عشان ده اللي بيحصل عليه الانفيرشن وايفيرشن. تمام. اللي هو اللي هو تيلو، بص بقى في جوينت اهوت ده مهم برضه، تيلو كالكينيو نافيكولا، تيلو كالكينيو نافيكولا ده الجوينت اللي تبقى عارف اسمه. بقيه الجوينت بقى ممكن تسميهم باسم التو بول، يعني في جوينت تاني اسمه ميد ترسل زي الميد كربل. ميد ترسل، فين الميد ترسل؟ اهو
اللي ما بين التيلس والنافيكولا ونكمل هنا لاترال بين الكالكينياس والكيوبويد. دوت بنسميه ايه؟ بنسميه ميد تارسل. ميد ايه؟ تارسل. بيت الجوينت بقى تقول انتر تارسل. بيت الجوينت تقول ايه؟ ونحهم ايه؟ بلين ساينوفل. بلين ساينوفل ما عدا اللي احنا سميناه اللي هو تيلو كالكينيو نافيكولا اللي هو البول اند سوكت. تمام. طبعا دي يعني الدياجرام مبين لك بقى اسماء البون. طبعا انتوا حفظتوا الاسماء دلوقتي. ودي بقى تيست اختبار. نمره ايه؟ ها عايزين واحد التانية وبي لاترال مانيول اسماء وسي ايه ودي وي نافيكولا واف كلوبويد وجي ميديال يونيفورم انترميد لاترال فيرست. بص بقى عايزك تميز بين الفيرست والفيفس يعني قدامك اهو تميز الفيرست لو انا فكيت الفيرست والفيفس تعرف تميزهم؟ هتميزهم بايه؟ الفيرست شورت وثيك. شورت وايه؟ وثيك. شوف صوره ثانيه. ها دي الفيرس قدامك اهوت شورت وايه وثيك. اه دي احسن. ها بص على واحد وبص على خمسه تعرف تميزهم لو انا فكيتهم لك وحطيتهم قدامك اقول لك مين الفيفس ومين الفيرست. يبقى الفيرست شورت وثيك والفيفس لا بس في حاجه بارزه منه اهي طالع منه بروز اهو تيوبروستي اوف فيفس الحته البارزه ديت نسميها ايه؟ تيوبروستي اوف فيفس ودي اكتر حته بتحصل لها فراكشن. تمام. طيب نيجي بقى على ومين اطول واحد في الخمسه؟ السكن. يبقى السكن ده اهو ده اطول واحد في الخمسه. تمام. كل واحد من الميتا ترسل طبعا بتمفصل مع الترسل يبقى جوينت اسمه ترسو ميتا ترسل نفس الفكره بتاعت الهاند بقى يعني عشان ما تتعبش دماغك. والجوينت اللي ما بين الميتا ترسل يبقى انتر ميتا ترسل. والجوينت اللي ما بين الميتا ترسل والفلانجيش ميتا ترسو فلانجيال وانتر فلانجيال. والانتر فلانجيال عندنا اثنين بروكسيمال وديستال لكن بتاع البيك تو هنقول انتر فلانجيال بس من غير بروكسيمال وديستال. طيب نيجي على كل واحد من دول الميتا ترسل نحو ايه من البون؟ لون بس الشافت شورت الشافت قصير ما نقولش شورت بقى عشان ما نلخبطش الكلام نقول سمول سمول لونج بون اه اللي هي الاي تيبيكال لونج بون. تمام. كل واحده بقى لها بروكسيمال اند وديستال اند وشافت. البروكسيمال اند بنسميها بيز بيز والديستال اند هيد. انت شايفها هيد ها؟ ونفس الكلام في مين؟ في الفلانجيز بيز وشاف وهيد. ها برضه نفس الكلام. واضح الكلام؟ طيب مين الهيد اللي نوت ارتيكولار؟ مين الهيد من الفلانجيز نوت ارتيكولار؟ الديستال. هي هتمفصل مع 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 الهواء بقى. ما تقولش بقى ايه ارتيكولار سيرفيس. ها طيب نيجي نوعهم بقى نوع اللي هو الميتاتارسو فالانجيال والانتر فالانجيال المفروض تبقوا عارفين ميتاتارسو فالانجيال زي الميتاكاربو فالانجيال. ها الليبسويد ولا هنج؟ احنا عايزين حد يرسى على حاجه. الليبسويد ليه؟ لان فليكشن وابسنشن وابدكشن وابدكشن يبقى الليبسويد. طب في فرق هنا في الهاند عن الفوت؟ الابدكشن والابدكشن في الفوت ليميتد مظبوط؟ يعني انت ما بتفتحش صوابع رجليك زي صوابع ايديك مظبوط يبقى ليميتد. طيب الانتر فالانجيال هنا هنج زي الانتر فالانجيال بتاع الايه؟
بتاع الهاند. تمام. نيجي على حاجه تانية اسمها ارشز اوف ذا فود، بتسمعوا عنها كتير طبعا. ارشز اوف ذا فود يعني ايه؟ ارشز اوف ذا فود يعني ذا بونز اوف ذا فود ارنجد انتو او ان ذا فورم اوف ارشز اقواس. هل البون بتاع انت ما تحط البون بتاع الفود دي فلات كله بيلامس التيبل؟ لا، يبقى اذا معناه ان في ارشز اقواس. عايزين نعرف الاقواس دي ايه وربنا عاملها ليه. عندنا لونجيتودينال ارش، واحد ميديال واحد لاتر، اهو مكتوب ميديال ارش ولاترال ارش، ده ناحيه البيك تو اللي هو الميديال لونجيتودينال ارش. مين البون اللي عامل الميديال لونجيتودينال ارش؟ كالكينيوس فيلس نافيكولار والكيونيفورم الثلاثه والثري ميتاتارسال بون. يبقى اول ثلاثه يعني ما تفكرش القرش بس هو الجنب ده، لا، يبقى كالكينيوس والتيلس والنافيكولار والثري كيونيفورم والميديال ثري ميتاتارسال بون. دول عاملين مين؟ ميديال لونجيتودينال ارش. بقول لك وات ار ذا بونز او البونز فورمينج ذا ميديال لونجيتودينال ارش، واحط لك كل دول واروح حاطط في وسطهم كيوبويد، يبقى اكسبت الكيوبويد. ده بالاسئله بتاعت الام اس كيو. اه طب نيجي بقى على اللاترال ارش، معمول بايه؟ كالكينيوس صح، كالكينيوس والكيوبويد واللاترال تو. لاترال تو احنا خدنا ثلاثه ميديال 3، يبقى اللاترال 2 4 و5 هم اللي عاملين اللاترال لونجيتودينال ارش. ويبقى التيلس داخله في اللاترال؟ لا، لكن داخله في مين؟ في الميديال. يبقى في فرق اهو بين الميديال لونجيتودينال واللاترال لونجيتودينال. الميديال داخل فيه التيلس ومش داخل فيه الكيوبويد والميتاتارسال. نعم؟ القصد مش موصل لبعضه. مش متوصل لبعض ازاي؟ دلوقتي القدم اهي. تمام. القوس احنا بنحط بس اشاره من الجنب واللاترال او الميديال. تمام. فالقوس ما هوش واصل من الاول للاخر. لا مفصولين بقى. يعني الميديال 3 كده اهو، تروح قاسم الفوت كده. اه. يبقى ده اللي انا ماسكه ده الميديال وده اللاترال. الجنب ده له قوس والجنب ده له قوس. اه ماشيين مع بعض. يعني انت لو خدت خط، خدت خط ماشي مع الفيرست. لا مش وهمي، ده حقيقي. خدت خط هيمشي مع البون اللي احنا قلناه، ولو خدت خط تاني هيمشي مع اتنين، ولو خدت خط تالت هيمشي مع تلاتة، التلاتة على مستوى واحد. تمام؟ لكن النص التاني مستوى تاني. المستوى تاني بقى. تمام. وبعدين انت لو قارنت الميديا اللونجيتودينال ارش باللاترال، مين اللي بيلامس الارض اكتر؟ اللاترال. يعني الميديال هو الهاير. الميديال هو اللي ايه؟ هاير. حتى انت ما بتطبع رجلك على اي حاجه ورقه، ها، او رجليك معكوكه وحدست على حاجه اللي هو سهل، يبقى مين اللي بيلامس الارض؟ اللاترال، لانه نير تو ذا ايه؟ تو ذا جراوند للارض. الفلات فوت بقى لو لقيت الميديال معلم في الارض يبقى فلات فوت. يعني الجماعه اللي بيروحوا الجيش، ها، بيروح داهن رجله كلها بتاع بلاك اسود ويحط له ورقه على الارض ويقول له دوس عليه. اذا الميديال واللاترال ملامسين الارض يبقى فلات فوت. تمام؟ احنا بنقول مثلا يعني ده حاجات بدائيه يعني، لكن ها يبقى عرفنا الميديال لونجيتودينال الارش واللاترال. طب في ترانسفيرس ارش ولا مفيش؟ في. لو انت بصيت، لو انت الجماعه اللي قريبين مني شافوا الكيوليفورم هتلاقيها عريضه من فوق من الدورسم ومن تحت مدببه زي الوتد. الوتد من فوق عريض اللي انت بتدق عليه واللي تحت مدببه، وترص التانيه جنبها برضه نفس الحكايه، فيبقى عاملين ترانسفيرس ارش. ترانسفيرس ايه؟ ارش، اللي هي الصوره اللي بعد كده اهي. لما تاخد مقطع بقى ده الكيوليفورم هم الثلاثه والكيوبود اهو، ويبقى عامل قوس اهو ولا مش عامل قوس؟ لو مش عامل قوس هتلاقيهم على بلين واحد، مستوى واحد. يبقى في ايه؟ في ترانسفيرس ارش. طيب وات از ذا فانكشن اوف ذيس ارش؟
ليه ربنا عامل الارش جديد؟ عشان الوزن لو الارش جديد مش موجوده يبقى البودي ويت هيتنقل كله على الكالكينيوس، لكن وجود الارش جزء من البودي ويت هيتنقل على الميديا لونجيتودين الارش واللاترال والترانسفيرس ارش، ويحصل توزيع لكل البودي ويت على السكيلتون بتاع الفوق. دي نمره واحده. نمره اتنين، لو انت عندك فلات فوت ما تيجي تمشي تعمل ايه؟ هتلاقي بتمشي بدب، لكن لما الارش زوزافوت تلاقي صوابعك من قدام بتسحب والكالكينيوس تعلى فوق وتروح انت حارف خطوه تانية ناقل الحركه، تبقى ايه؟ يبقى الحركه سموث بتاعتك. ولذلك لما بيعملوا الكباري بيعملوها ايه؟ مقوسه كده عشان الحمل يبقى في الاول، عشان الحمل يتوزع على كل نقاط الكوبري. دي حاجه. الحاجه الثالثه، الوظيفه الثالثه، ان كل البلاد سبلاي بتاع الفود كله تحت، فلو مفيش ارشز يبقى انت ما تستحملش توقف دقيقه واحده على رجلك زي ما انا واقف كده. لو انت لو مفيش، ولذلك هم بتوع الفلات فود بيمشوهم الجيش ليه؟ عشان مش هيستحمل يقف في الطابور ساعتين ثلاثه، عشان البلاد سبلاي هيبقى مقفول. انت البودي ويت هيروح ضاغط على البلاد فيزل وعلى النيرفز ويعمل بين شديد وسكيميا، سكيميا نقص البلاد سبلاي للفوت، وتبقى مشكله وتحس بالم شديد ويبقى حياتك مهدده بالايه؟ بالالام اللي انت بتحسها برجلك. تمام؟ يبقى دي فانكشن اوف ذا ارشز اوف ذا فوت. نيجي بقى على الانكل جوي اللي احنا قلناه، هو بس بنجمع بنفرد كلام ونرجع نجمعه تاني. لما اقول لك الانكل جوينت مين اللي عامله؟ ارتكوليتنج بونز. لا انا عايز كلام منظم بقى عشان الكلام، لما تقرا سؤال وبتاع تقول لي ايه بقى؟ انفيريور سيرفيس اوف ذا تيبيا ارتكوليت ويز ابر سيرفيس اوف ذا تيبيا، والميديال مالولس articulate with the medial surface of tibialis، واللاترال مانيولاس articulate with lateral surface of tibialis. These three bones form ankle joint. ولو دققت نظر في شكل الجوينت سبيس بتاع الانكل هيبقى زاويه، عامل ايه؟ عامل مستطيل بس مفتوح من تحت. هذا من ورا بقى، من ورا الصوره، من ورا انا جايبها عشان الانفيريور تيبيو فيبولار جوينت. شوف بقى الجماعه، الاخ اللي كان بيسال اللاترال مانيولس، ها لور داون زان ذا ميديال مانيولس اوتر. ويبقى الارتيكولار سيرفيس اللي هو الفيبولار نوتش اوف تيبيا ديت ارتيكوليت مع رف اريا موجوده على الميديال سيرفيس بتاع الفيبولا تو فورم انفيريور تيبيو فيبولار جوينت. والجوينت ده نوعه ايه؟ فايبرس ولا كارتليجنس ولا سينوفيال؟ فايبرس جوينت. اموبايل ولا سلايتلي موبايل ولا فريدي؟ سلايتلي موبايل. طيب يتحرك امتى؟ لما تعمل دورسيفليكشن. لما تعمل دورس فليكشن هتلاقي الانفيرو تيبيو يتحرك حركه بسيطه مع الدورس فليكشن بس. نعم، مع الدورس فليكشن. ها دي صوره للجوينت بتاع الفوت، ده الميد تارسال اوت اهو، ميد تارسال جوينت اللي هو ده اللي ما بين التيلس والنافيكولر وبين الكالكينيوس والكيوبول، اسمه ميد تارسال جوينت. وده السب تيلر اهو، ما تنساش بقى سب تيلر جوينت. ها ودي جوينت التكرار بقى، لو ما انت عايز تريح بالك يبقى انتر ترسل جوينت وخلاص. نيجي بقى على الراديوجرام بتاع الانكل اهو. بص بقى الاجزاء، انت عرفت بقى الاجزاء، شافت بتاع تيبيا فيبولا واللاترال مانيولس والميديال مانيولس. شوف الجوينت سبيس بتاع الانكل اهو. الانكل جوينت بالعربي اسمه ايه بقى؟ الكاحل، مفصل الكاحل. تمام. وديت التيلس اهيت اللي هي التروكلير سيرفيس بتاع التيلس. تمام. ها في حاجات بقى ظاهره هنا اكتر اهي. دي مين؟ فيبولار نوتش اوف تيبيا. ويبقى الجوينت دوت اسمه ايه بقى؟ تيبيو فيبولار. تمام.
وده الجوينت سبيس بتاع الانكلا. كل ده مش الحته دي بس، كل ده. طيب نيجي على ده اللاترال مالولس، مظبوط. طب في فصه هنا هي مربعه، محدش يقرا تحت. مالولار فص، مالولار ايه؟ فص. تمام. ها شوف بقى الشالو بتاع اللاترال مالولس على التيلس اهوت، والجوينت سبيس بتاع الانكل، وله اسم تاني تيبيو تيلر، ما يعني انكل وخلاص ما تشغلش بالك. شايف السبيس ده؟ اسمه ايه بقى السبيس ده؟ اللي هو بين لا السبيس، السبيس نفسه هو دي السب تيلر اللي هو ده. لا في حاجه اسمها تارسل تانل، تارسل تانل دي اوكيوبايد بليجامنت. سب تيلر جوينت اللي ورا ده، والحته دي اللي احنا قلناها ترسل تانل، ترسل تانل. هنشوفها بصورة تانية. هاي نمرة 10، نمرة 10 ترسل تانل يا دي. ونمرة 9 ايه؟ 9 اللي هي الكلمة المكعبرة دي اسمها ايه بقى؟ صص، مكتوب عندك اهي صص تنتاكيولام تيلاي، صص تنتاكيولام تيلاي حتم. تمام. و13 ايه؟ 13 كيلوبويد، و11 نافيكولا، و12 دي كيلوبويد، يبقى لاترال كيونيفور. نفس الكلام اهو بقى، هنا الصص التاكيولوم واضحه قوي يعني، وهنا الترسل ايه؟ طيب تمام. ودي نافيكولر، ها سوري ديت الايه نافيكولر، وديت الكونيفوري. تمام. شايف هنا في ايه؟ سمويد بون تاني يعني. سمويد بون لا مش اسم، لا هي ما فيش الا الباتيلا والفابيلا والبيزي فور، سيسامول بيزي فور بتاع الكاربال بو. ريليتد للميتاتارسو فالانجيال اوبيكتو. نعم سيسامول بيقوي التندر، هي مدفونه في التندر، عشان انت لما تعمل فليكشن للبيكتو بتاعك يمشي معاك، ما يبقاش تقيل على الحركه، تبقى تقيله يعني، فده بيقوي ال 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 نعم هي مدفونه في التندون، فيقوي الباور بتاع التندون. ها ده كل ده المنظر تاني اهوت من فوق، كالكينيوس والتيلس ونافيكولار والكيونيفورم والكيوبويد والفيفس ميتاتارسل والفيرست. تمام يعني خلاص انتوا حفظتوا الاسماء دي. دي مين؟ كيوبويد. كيوبويد على طول، يبقى ده لما تشوف الفيفس يبقى كيوبويد وراه على طول. تمام. ودي نافيكولار مو. فراكشر لللاترال مالولس والميديال مالولس، والدنيا ضلمه خالص. واللي مين ال اللوس معاك؟ الماوس لا، ما الماوس انا عايز اللي قبله. ترجع بص الماوس حضرتك في سكرول، سكرول في سكرول جامب شون. خلاص خلاص يبقى فراكشر للبيزا بتاع الفيفس ميتاتارسل، برضه فراكشر للبيزا. ده الجاوت، عارفين الجاوت؟ اللي هو النقرس، محدش يعرف الجاوت؟ ده الفلاحين عارفين الجاوت. الجاوت انا عايز اشوف الصوره اللي بعدها احسن. شوف الجاوت
ايه اللي انت شايفه هنا في الصوره دي؟ ايروجن. ايروجن يعني تاكل للهيد بتاع الفيرس ميتاتارسال والبيز بتاع البروكسيمال فالانكس بتاع البيك 2. وشوف مورم اهو، مورم اهو اديما. اديما يعني تورم للايه؟ للميتاتارسو فالانجيان. وبعدين اوستيوبروزيس يعني البون دينس انت شايفها مظبوطه تمام. كل دي لما تشوفها يبقى تشخص تقول ايه؟ جاوت. جاوت اللي هو الداء النقرس طبعا ده بيصيب البيكتو اكتر جوينت يصاب اللي هو ايه؟ البيكتو اللي هو الميتاتارسو فالانجيال اوف ذا بيكتو تمام. ده يعمل بقى تحليل اليوريك اسيد هيلاقي عالي. خلاص كده يبقى احنا ان شاء الله المره الجايه هنبدا بقى الفيرتيبرال كولر.